ضلوع، جروح قطعيه في الوجه، جروح قطعيه في الراس، اصابات في العيون واصابات خطيره. وكان معانا الدكتور ياسر حجازي من اطباء التحرير، وتمكنا ودي اول مره اقولها يعني بمساعده الداخليه والنيابه ان احنا نقدم الاسعافات الاوليه للمصابين كلهم. طب الحمد لله. انت كان معاك في وسطهم طفل كمان يا مالك. كان علاء عادل، طفل عنده 12 سنه. يعني من المفارقات انه لما دخل اوضه التحقيق الطفل قرر ينام، هو بينام بدري وهو سقعان وهو تايه من اهله، الاخوان او ميليشيات الاخوان خطفوه من اهله، فقرر ينام على الكرسي بتاع التحقيق وما قدرناش نصحيه، لدرجه انه يعني وانا والله يعني مشاهد محزنه يا استاذ محمود، يعني انه امين الشرطه يبقى قلبه احن على هذا الطفل من الميليشيات اللي خطفوه قالوا وقعين في قفص الصدري، فامين الشرطه يبقى بيشيله كابنه بالظبط، ويبقى في استاذ محامي يسيب التحقيق وينزل الحجز تحت عشان يعمل له سندوتشات وعشان ياكله بنفسه، لان الولد ما كلش طول النهار، وان احنا لما خارجين من الحجز الولد يبقى بيعيط ومتشعبط فينا وعايز يروح لاهله لانه ملوش ذنب وملوش دعوه بحاجه. ولكن تلك الميليشيات المتوحشه اللي اختطفته وكسرت له بالعين يعني شيء بشع وشيء يفوق الوصف. وما كانش هو لوحده، كان في شاب اسمه حسن عنده 14 سنه مصاب بمطوه في بطنه ناحيه المعده، وعنده جرح قطعي في الراس تغير 12 غرزه، والحمد لله قدرنا نقدم له الاسعافات الاوليه، وطفلين كمان في نفس المرحله العمريه، وكان يعني شيء لا يصدق وشيء بشع وشيء وحشي. تكلمني عن مين يا مالك؟ مينا نفس نوعيه الاصابات ايضا، جروح قطعيه وكسور وردود وكدمات نتيجه الاعتداء بالاحذيه والاعتداء بالشوم ونتيجه السحل في الشارع والجرجره على الاسفلت والربط بقيود غير ادميه، والحمد لله برضو قدرنا نقدم له اسعافات اوليه. وايضا كان في رامي صبري كان مضروب بمطوه في صدره وعنده جرح قطعي في راسه، وكان في السفير يحيى نجم كان مصاب باصابات عديده، الحمد لله قدرنا نقدم لهم كلهم الاسعافات الاوليه. وللمره الاولى فيما بعد الثوره تنتصر النيابه العامه للثوره وتقرر اخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم رغما عن اراده النائب العام اللي عينه الرئيس مرسي للاسف، اللي بيضغط من امبارح عشان يتم استمرار حبس المتهمين حتى لا يحرج الرئيس مرسي. معلش دي معلومات يا مالك ممكن ما تبقاش دقيقه، لان تعرفتوها منين؟ يا فندم ده كلام اتقال لنا جوه النيابه من رؤساء النيابه ومن وكلاء النيابه وعلى مسؤوليه الشخصيه، واحلف عليه واقسم عليه اليمين القانونيه انه الكلام اللي جالنا من وكلاء النيابه واللي اتقال لنا ان هناك ضغط من مكتب النائب العام شخصيا لاستمرار حبس المتهمين، لانه الافراج عنهم لانه مفيش ادله تدلهم هيبقى احراج للرئيس مرسي اللي خرج اتكلم امبارح عنهم قبل ما يتم التحقيق معاهم اصلا، وقال ان هم اعترفوا يعني. لكن الرئيس مرسي ما خدش باله ان هم اعترفوا للميليشيات الاخوان تحت ضغط تحت تهديد وبالضرب بالجزم والشوم والمطاوي والسلج والربط على بوابه قصر الاتحاديه بتاعنا اللي احنا دخلناه له للاسف الشديد. طيب دلوقتي يا مالك كلهم خرجوا الحمد لله. الحمد لله 33 شاب